مركزية السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد رفقة والي داخلة وادي بو السيد ماحي الحامد صباح اليوم بمدينة وادي بو اجتماعا حول تفعيل الإجراءات المتعلقة بالسلامة في المؤسسات الواقعة بالمنطقة المينائية والصناعية. وقد تضمن الاجتماع استعراض المخاطر المرتبطة بموقع بعض المنشآت وطبيعتها وتعزيز إجراءات السلامة بالموانئ والمؤسسات الصناعية. وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة في مجال السلامة ورفع التحديات المتعلقة بالمخاطر خلال السنتين الماضيتين تنفيذا للتعليمات التي أصدرتها السلطات العمومية بهذا الخصوص. وهنا